الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في المعاملات اللي تتكون ما بين الطرفين المادية، تتكون ما بين حريفي وإنسان أو ما بين صنايعي وآخر. الإسلام تبغي ينظم هذه العلاقات، هذه ما يتغشم هذاك الطرف ولا يتغشم الطرف الآخر. من الحوايج اللي تدخل في هذا الشيء ديال التغشم اللي تتسمى باللغة العربية الغبن، هو حيت تيصنع لك شي واحد شي حاجه، او تيصوب لك شي حاجه، او تيبني شي حاجه، او يرسم شي حاجه، او يدير شي حاجه، اي عمل قام به شي مجهود، وحتى تقول لي شحال تيقول لك ارى اللي بغيتي. هذه حرام في الاسلام. علاش؟ لان فيها الغبن لواحد في الطرفين، يقد يعطيه واحد ثمن قل من داك الشيء اللي تيخصو يتعطى، والاخر ما يرضاش ويقول له اشنو هذا الشيء اللي عطيتيني، راه قلتي ارى اللي بغيتي. او يقد يعطيه الاخر شي حاجه اكثر من داك الشيء اللي تيخصو يتعطى، ويكون تغشم هو. فهذا الاسلام تحرم هذه الكلمه هذه بهذه النيه هذه، لان الكلمه ما فيها حتى شي حاجه، ولكن اش من موراها؟ اشنو البديل ديال اللي عطى الاسلام؟ هو انه غادي تقول لي شحال الثمن، يقول لك تنصوبو بقدا وقدا، ولكن ليك انت قدا وقدا، وانت عندك الصلاحيه باش تساوى معاه، وحيت يتم التراضي ديك الساعه داك الشيء اللي شديتي حلال واللي عطاه هو حلال، وبالتالي ما تيصدر حتى شي واحد. السلام عليكم ورحمه الله.